تمام. هنيجي هنا، اول حاجه بتعملها ان انت بتكريت ايه، بتكريت ويندو اكس ام ال. تمام، حددت هنا الهايت بتاعها، الدايمنشنز اللي انا عاوزها، حملت هنا الهايت بتاعي 150 والويدث 300. بعد كده اول حاجه دخلت ايه، هتلاقي طبعا الجريد دي متعرفه از ديفولت عندك، يعني انت اول ما تفتح هتلاقي مفيش ولا اي حاجه من الحاجات دي، هتلاقي شكلها عامل كده بالظبط. تمام، احنا بقى اللي مالينا جوه الكلام. طيب اول حاجه بتعمل ايه، ان انت بتديفاين الجريدز بتاعتك. تمام، انا حددت هنا ان انا عاوز 4 رو و2 كولومز. تمام، فهاجي اقول ايه، جريد دوت رو ديفينيشنز، ومن تحتها احط 3 رو ديفينيشنز.